11 مباراة الزمالك تتحدى الملل، انتهى مباراة أسوان والزمالك بهدفين للا شيء. ماتش حقيقي ممل جدا، ماتش تافه، فريق مش قوي خالص فريق أسوان ده، على عكس يعني ما كنا متوقعين في أدائهم في مباراة إنبي. عندهم لاعبين حلوة، مثلا سيلا ده تحركاته كويسة، فرهد لعيبة الزمالك، عندهم اللاعب الصباحي ده اخترق كام اختراقه حلو قوي، وكان هيلبس جاباسكي جون جميل جدا، لكن الحظ ساعد جاباسكي ان هو يتصدى للكرة. تمام، الزمالك كان شوط اول حقيقي سخيف جدا منه، في جون الحكم لغاه لمحمود علاء بسبب محنه مع لعيب اسوان ووثبه كده عليه، لغاه الحكم في الدقيقه 43، الا ان النجم الكبير مصطفى محمد بقى هنا غمس كوره كده بوش رجله الخارجي في الدقيقه 43، احرز قبل نهايه الشوط الاول هدف الزمالك، وانتهى الشوط الاول. بدانا الشوط الثاني قلنا يا هادي يا كريم يا رب اسوان كده يبتدي يفوق، ولا فاق ولا حاجه، وخناقات بين اللعيبه والحكم، حكم طرد طارق حامد، فضل ساعه موقف الماتش على ما يخرج عشان لوحه الاعلانات، كان عايز حد يزحها له، جت لعيبه اسوان ضربتها بالرجل كده قالوا لهم انتوا مجانين ولا ايه اللي انتوا بتعملوه ده. المهم خرج طارق حامد من مكان الرايه الركنيه بالسلامه. استطاع بقى زيزو بقى سوبر مان الكره المصريه الجديد حقيقي، يعني استطاع باختراقه جميله جدا من تمريره من شيفو من نص الملعب، جري انفرد رقص كل اللعيبه المدافعين اللي هفق بتوع اسوان، قدر ان هو يحرز الهدف التاني. هي فوز متوقع جدا للزمالك 2-0، يا رب ان شاء الله كده يعني يفضل على المستوى الهزيل ده كده في الدوري، يبقى ملطشه الفرق، ويعني ألف مبروك للزمالك وهارد لك لأسوان اللي إن شاء الله يهبط السنة دي إن شاء الله.